أربعة شارع شريف. بتعملوا كده ليه؟ مش عارف. لأنك بتعمل كده عملنا زيك. وأنا أي حاجة هعملها طبعا أنت قدوة. أنا قدوة. أي حاجة دلوقتي هعملها هتعملوها أنتوا الاتنين. أي حاجة. مش أي حاجة أي حاجة يعني. ثم راجع عملت إيه؟ أي حاجة أي حاجة. ده ذكر يعني. أنا هنطبخ أصلا. رجعنا لكم تاني. أي حد عنده سؤال استفسار أي حاجة يحب يشارك بيها معانا يخش لنا على صفحتنا على الفيسبوك أربعة شارع شريف. أهلا وسهلا بيكم. ممكن تتواصلوا معايا على الانستجرام شريف مدكور تي في. معانا النهارده اتنين شباب شيفات محترفين هم توأم محمود ومصطفى. اختاروا النهارده يبتدوا بيعملوا حاجات مأكولات بحريه. برحب بيهم مره ثانيه. اهلا يا مين انت؟ يا محمود. يا انت كاتب محمود مصطفى. طيب محمود قول لي ثاني كده بشويش ايه ده؟ النهارده عندنا انت اللي هشاور عليه انت هتقوله ولا هشاور عليه بعد كده هو هيقوله. أوكي. ايه ده؟ ده طاجن فريك بالسي فود. احنا مش هنقول سي فود، احنا هنقول طاجن فريك بالمأكولات البحرية. تمام. طاجن سي فود بالمأكولات البحرية. طاجن فريك بالمأكولات البحرية. طاجن فريك بالمأكولات البحرية. بيقول لك سي فود بالمأكولات البحرية. لا ما ده اللي فيه. هيا يا مصطفى، وإيه دي؟ ودي سمكة قاروص. اخترتوا أغلى سمكة. ماشي. سمكة قاروص بإيه؟ سمكة قش بياض، سوري. قش بياض ولا قاروص؟ قش بياض. طيب انتوا هتلخبطوني ولا انا ناقص اتلخبط فيك ولا في النهارده؟ النهارده حاله اللخبطه. هو انتوا الاثنين عندكم بايظه؟ حابب اقول لكم يعني حابب اقول لكم علاجها ايه. وده انتوا الاثنين مع بعض قولوا ده صوت الجرجير بالرمان متفجرة فيتامين سي برتقان بقى شايف ولا رمانه فيها يعني دول ضايعين هما الاثنين. واحد يقول لك هنعمل طاجن سي فود بالمأكولات البحريه وبعد كده تقول لك ايه هنعمل سلطه فيها رمان وهي ما فيهاش رمان اصلا. انتوا جايين منين دول؟ وبيقول لك القاروص. يا الله بدايه موفقه ان شاء الله. عايزين تبتدوا بايه؟ عايزين نبتدي بشوربه الجمبري اللي هنسقي بيها الفريك. المقادير عندنا نص كيلو قشر جمبري، بصلايه مكعبات، عود كرفس مكعبات، سمرة جزر مكعبات، سمرة طماطم مكعبات، 2 فص ثوم، معلقة صلصة طماطم وملح وفلفل وكمون وزيت وميه. بس كده؟ بس كده. فيري فاين. وبقى معاها بالنسبة للفريك هنقول مقادير الفريك؟ ايوه. يلا ما نزلنا مقادير عندنا الفريك. عندنا يا ولاد 3 كوبايات فريك منقوعين بس اقل 3 ساعات عشان ما ياخدش وقت كتير في السوا. عندنا زبدة، عندنا بصل، عندنا كرفس مفروم، عندنا جزر مفروم. انا عايزك تقرا من الورقه. طيب. عندنا طماطم مبشوره، 5 طماطميات مبشورين، ونص فلفل اصفر متقطع مربعات صغيره، ونص فلفل احمر متقطع مربعات صغيره، كزبره خضراء مفرومه، معلقتين كمون، معلقه كمون، معلقه كزبره، ملح وفلفل، وصلصه طماطم، وشوربه الجمبري اللي هنسقي بيها، معلقتين زيت. اخيرا. في بقى المأكولات البحريه اللي موجوده في الطاجن، مين فيكم هيقولها؟ انا اللي هقولها طبعا. انا اللي هعمل الطاجن. ماشي يلا. شويه بقى. اوكي اتفضل يا استاذ. فرصتك. عندي ربع كيلو جمبري متقشر، وعندي ربع كيلو كالماري. ماشي. متقطع. في حاجه ثانيه؟ لا. كل حاجه قلتوها؟ دول هيتبلوا بس كمون. سيبوا بقى الورق ده خلاص، حطوه تحت في الرف من تحت. اوكي. يلا اشتغلوا. يلا. انا عندي ده هيتكلموا بقى مع بعض والدنيا هتبقى ايه زيطه خالص. شيل الغطا لو ممكن يعني. حاضر يعني. ساعدوا بعض. يعني اعتبرنا اخوك يعني. خلاص سخنه ماشي. هننزل بشويه زيت هنا. زيت برضو؟ ماشي. هو مش توأمك؟ ماشي. على فكره ده زيت زيتون اللي انت بتستخدمه. هو كمان نزل بزيت. ده زيت زيتون بس اتس اوكي يعني. اوكي يعني. وده ايه؟ هننزل بالبصل والجزر والكرفس. ماشي. برضو. ولا انت كمان هتنزل بالله؟ ماشي. بس عشان هي سخنه قوي الزبده ما تتحرقش. هنزل على طول بالبصل والزبده. شويه بس كده عشان انا بس عايز اشتغل. حاسب الحاله اللي بتقطع. وانت انا عايز اشتغل. يلا بعد كده هتعمل. بعد كده مش هجيبه معايا على فكره. ما تجيبوش معايا.
وده ايه ده؟ عندي فصين الثوم. هي الحله الصغيره بتاعت ايه والحله الكبيره بتاعت ايه؟ الحله الصغيره بتاعت الشوربه، الحله الكبيره بتاعت الفريك. ماشي. هنزل بالكرفس. طب الحله الكبيره بتاعت ايه؟ هحط قلبتين مع الفريك. طب الفريك حطيت ايه فيه من اول الحله دي؟ حطيت فيه البصل الاول، حطيت زيت، حطيت مكعبين زبده. ايوه حطيت مكعبين زبده، حطيت البصلايه المفرومه بتاعتي، حطيت الكرفس، وبعدين هنزل بالجزر. ماشي. اوكي هينزل بالجزر. وحضرتك حطيت ايه يا محمود؟ انا حطيت الخضار بتاعي اللي هو جزر وبصل وكرفس وثوم. اوكي. واشوحه شويه كده يدبل شويه. هات الفوطه دي وخد الفوطه دي. شكرا. بعدين؟ الفوطه زي؟ اه. وبعدين؟ بعدين؟ هتشوحوا الحاجات دي وبعدين؟ وبعدين هنزل بالفريك. بالفريك في الحله الكبيره. ماشي. أيوة. مع الحاجات. اوكي. وانا هنزل بقشر الجمبري للشوربه بتاعت الجمبري. ماشي. هاخد تقليبتين كده. وانا هاخد اربع تقليبات. ماشي. اللي انت عايزه. هاخد سته بقى. حبوا بعض، حبوا بعض، حبوا بعض. يا قشر الجمبري ده بيكون عندنا فاضل. فاضل هو. احنا قشرنا الجمبري. وده القشر بتاعه. بعدين هبتدي انا اتبل الكزبره والكمون. ياخدوا تقليبه. ما تكترش الكمون عشان ما بحبوش في الاكل. اوكي. ما كترتش اصلا. وده ايه؟ كزبره. والكزبره. ينزل بقى الكمون بسيط برضه عشان انت ما بتحبوش في الاكل. اصل الكمون بيبوظ طعم الاكل صراحه. لا لا مش دايما يعني. يعني هو ضروري في حاجات. ونزلت بشويه فلفل سنه بسيطه ملح. طيب هفضل اقلب فيه كده لحد ما يسخن شويه. ما بتحطلوش ميه؟ لا انا هسقيه بالشوربه هو بيعملها. والطماطم. طيب بس لسه هنزل معلقه صلصه. محمود ايوه قول لي في الحاله دي انت عملت ايه تاني كده؟ انا حطيت الخضار بتاعي اللي هو جزر وبصل وكرفس وبعدين او ثوم، وبعدين نزلت بقشر الجمبري وشوحته كده مع بعض عمل كارمالايز. بعدين هنزل بمعلقه صلصه بوريه. انت برضه هتنزل بالصلصه؟ انت هتنزل بالصلصه انت كمان؟ انزلوا بالصلصه يا جدعان. خلاص هنزل بالصلصه انت اطلع بيها. ماشي. اوكي. دي معلقه صلصه. هات بقى معلقه عشان اخد معلقه انا كمان بعد اذنك. انت كمان؟ ممكن تناولني؟ ماشي اتفضل. تمام. معلقه صلصه هنا ومعلقه صلصه هنا. ايوه بالظبط. هنبقى متعادلين يعني. بعد ما نزلنا بالصلصه ننزل بطماطم متقطعه مربعه. مربعه. انا هنزل بطماطم مبشوره. ماشي يلا. اهي. بعدين. قلب بس الصلصه كويس. انت حطيت قشر الجمبري؟ حطينا قشر الجمبري. بعدين نبتدي ننزل بثلاث كوبايات ميه. هنا هنزل الصلصه اهي على هنزل اهو الطماطم على الفريك. هننزل بالميه بتاعتنا. خد الشفا ده خده هناك معاك، خده هناك معاك. مش ضروري تحط في البوله. اوكي. وبعد كده هنزل الشوربة الجمبري بتاعتي هسقي بيها. دي اللي هو بيعملها محمود. اللي هو بيعملها بالزبط. دلوقتي بس طبعا عشان الوقت بتاع يعني. الشارع. كده نزلنا بالميه عندنا هنا في الشوربه. احكي لي الاول خالص الشوربه عملتها ازاي. اوكي. الشوربه نزلت بشويه زيت، وبعد كده نزلت بالخضار بتاعي عباره عن جزر وبصل وكرفس، وبعدين نزلت بالجمبري بتاعي القشر. ونزلت قشر الجمبري، وبعدين نزلت بمعلقه صلصه عشان يكرمل الموضوع شويه. وبعدين نزلنا بالطماطم الفريش متقطعه كيوبس مربعات. وبعدين نزلنا بالميه. مش كده محمود خلص الحله بتاعته. طيب وانا هتبل اهو ملح. حط معلقه ملح. احكي لنا كده بقى انت من اول الفريك. الفريك من الاول حطيت معاه ايه؟ الفريك
نزل بشوية زيت ومكعبين زبدة، بعد كده نزلت بالبصل ياخد تقليبة، بعد كده ضفت الكرفس، بعد كده ضفت الجزر، تمام. هتحط بقى ده على ده؟ اه لا لا ده مش على ده، ده بعد ما دي بعد ما تأثر هتتضرب وتتصفى، تتضرب في الخلاط. اه جاهز عندي. ممكن اعمل بيها اسقي بيها هي كده فاضل لها قد ايه طيب؟ هي يعني بالظبط 5 دقايق كمان. وده فاضل له قد ايه؟ ده يقعد 10 دقايق كده لحد ما يقرب بس كده. كده افتحها كده اهو. ده لسه بدري عليهم. اه لحد ما يقرب بس يشرب. بعد كده تعملوا ايه؟ شويه. بعد كده ايه اللي بيحصل؟ بعد كده اتبل السي فود ده. اه وتحطهم بقى في ال وهجيب الطاجن. طب ممكن تتبل السي فود دلوقتي؟ اه هجيب الطاجن تمام، هضيف عليه. انتوا عايزين طاسه؟ الفلفل موجوده ممكن. طاسه طاسه موجوده اهي. اه انتوا جايبين الطاسه ماشي. يلا كده بقى هنتبل ال السي فود ال ال عليها على الاخر خالص. بس انا بس هعمل حاجه عشان الكاميرا تشوف اللي انتوا هتعملوه. اوكي هنعمل دي هنا اهو. بعد كده دوت بعد ما هيشرب ميته شويه بعد خليه بقى براحته خالص. خليه براحته. يلا هناخده ثانيه واحده. تبل الاسفنج. هنضيف عليه الفلفل. انا ما رضيتش احطه من الاول لان الفلفل ما بياخدش سوا كتير. احنا بس ادوني ايه نعمل دي الاول عشان وبعد كده نرجع عشان الناس ما تتلخبطش. طيب اوكي ثانيه واحده. تبل السي فود. يلا هنعمل ايه بقى دلوقتي التتبيله؟ احكوا لي كده. التتبيله بتاعت السي فود عباره عن ربع معلقه كمون بسيطه وربع كزبره. ده على الكاليماري والجمبري. الكاليماري والجمبري. حطيت ايه تاني قول؟ معلقه صغيره ربع معلقه كمون، ربع معلقه كزبره، وربع معلقه شرق اقصى. يعني ايه شرق اقصى؟ شرق اقصى دي توابل بتبقى جاهزه عند العطار. نقول له كده توابل شرق اقصى. توابل شرق اقصى. توابل شرق اقصى دي موجوده عند عطار او في السوبر ماركت، عباره عن كاري وبابريكا وتوم باودر وبصل صيني. طيب هنحط هنا زيت او حاجه ولا ما تحطش؟ اه هحط زيت. هحط زيت هنا كده. كفايه؟ اه كفايه جدا. يلا هنشوح بقى فيه. اه هنحط السي فود المأكولات البحريه. تبل المأكولات البحريه دي كده. حط شوية ملح صغيرين. ريحة تجنن. شوية فلفل. فلفل. اوكي. هقلبه. هنبتدي ننزل بيه. اوكي. يلا بينا. خليه بتقول انا معلش 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 معلش. ماشي. اخوك الكبير. انا كبير. اه اخوك الكبير. ولد. ماشي. حطه بقى هنا عشان هيقعوا من بره. حطه هنا وقلبهم هنا. بس كده. يا سلام. هات بقى البولة. شكرا. الريحه بقى ريحه فظيعه. اه صراحه يعني ليه نشم كده؟ انا شامم هتجنن. تتبسط كده من ال اه فارت اللذه. انت عايز تعليها ولا توطيها؟ لا انا بوطي الفريك على الفريك شويه. اوكي تمام. بعد ما هنعمل ده كده هنجيب الطاجن بتاعنا. طبعا هنسيبهم بقى يستوي. اه لغايه لحد ما مش كتير كده. فاضل لنا ايه؟ السلطه شويه. السلطه والسمكه. السمكه مش هتاخد وقت. لا السمكه مش هتاخد وقت ولا السلطه ولا السلطه. طيب احنا هنسمع اغنيه كل الحاجات دي استوت شويه. أوكي. ونرجع بعد الفاصل نحطها في الطاجن مع بعض. أوكي. يلا بينا. خلاص يلا بينا. ونشوف يلا بينا. استاذ حسام هيغني لنا حاجه. انا مش عارف هو هيغني لنا ايه صراحه. اعتقد حاجه لام كلثوم. الله. سلام. مش كده؟ سلام. هذه اغاني. يلا ودارة الايام. ايوه ودارة على مين؟ على الجميع. جت الجميع فيها جميع كلنا. نسمع كوبليه من ودارة الايام وناخد بعديه فاصل ونرجع نكمل المأكولات البحرية مع محمود. يا مظلومين على بعد حبيبي هي كده. انت بتعمل كده ليه؟ مش عارف. لا هو اخوك. لا ما انا عارف. انت صح. هو صح بس انا
عملت غير. اه ماشي. خلف تعرف. خلف تعرف. رجعنا لكم مرة تانية مع شيف محمود وشيف مصطفى. هنكمل معاكم قبل ما نقول مقادير اي حاجه خلينا نكمل اللي عملناه. اوكي يلا احنا دلوقتي دلوقتي هنعمل الشوربه. الفريك يعني قرب يستوي خلاص، فاضل له الفرن بس. بس انا هضيف عليه الفلفل الالوان عشان هو برده ما بيستحملش سوا جامد. اوكي محتاجين نضرب الشوربه دي. دي شوربه الجمبري اللي احنا بنضربها عشان كنت فرع حركات كده. انت هتسند دي؟ اوكي سند لي بس. ايوه خلي بالك. ايوه ما انا عملتها كده عشان لا ما ترفعها. وهقلب تقليبه كده مش عايزين نرفعها خالص. انت عايزها ميه خالص ها؟ اه عشان انا بصفيها بعد كده. هنزل بس كزبره خضراء. استنى بس احنا اصل في سرعات احنا ممكن نزود السرعه شويه. بس انا مش هرفعها. هي الطحن الطحن. بس لسه في ممكن نعطل. نعطل يعني ايه؟ يعني نوقف اهو وبعد كده نقل في مكان تاني. اه خبره يعني. الحركه دي بقى كده الفريك جاهز عندي. تجنن لا اكلكوا ريحته حلوه بجد. مش عايز اغرق نفسي. بس كده كويس. لا لسه في. تمام يلا كده كده هنصفي. ها ايوه سيبها 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 سيبها. يلا كده انا عندي الفريك جاهز ان انا اغرفه في الطاجن هدخله الفرن. عندك الطاجن ها؟ ايوه موجود اهو. بص بقى هتحطه بقى هقول لك الطاجن. انت الطاجن لو حطيناه هنا مش هيفرق. لا 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 هنا تعالى عشان الكاميرا بس تجيب لك كل حاجه. اوكي سخنه بس. ايه سوري ان انا ايه احط بقى الطاجن هنا. ابتدي بقى ايه اقرف. اوكي وحضرتك ممكن تصفي طبعا. نحتاج نجيب بس. يلا يلا بينا. يلا صفينا بقى ده. هي شوربة الجمبري. هتحتاج كل ده؟ بعمله اهو كده. لا لا مش هتحتاج كل ده. لا اوكي. وبعدين هنزل السي فود ده كده. فراخ السي فود اللي احنا شوحناها. ايوه كده يا جواري لو سمحتوا. ايوه لا ايوه ده السي فود اللي احنا شوحناه من شويه. هات لنا الطاجن يا جواري. حط لنا ورينا السي فود كده اهو. حط كمان اتنين تلاته كده منه. ايوه كده انت حطيت غرفت الفريك وبعد كده فريك طبقه وبعد كده حطيت شويه سي فود طبقه ثانيه. ريحه مش ممكن. شيف جاي جعان. يلا كمل. انت هنصفي كل ده؟ انت هتحتاج كل ده؟ سيدي يا سيدي لا كده ممكن. تمام كده كفايه. ايوه يلا شوف رايح اخدها هناك. هي زي المقادير كوبايتين. اوكي بنزل بباقي السي فود اللي احنا شوحناه. يلا هنزل عليه بطاقية فريك تاني ويخش الفرن يقعد قد ايه ده بقى؟ مش اكتر من 10 دقايق. اقول ريحه الاكل تهبل. 10 دقايق بس. ميرسي جدا. طب الاستاذ جوهري المخرج قال لي ممكن الطاجن ده ليا هيروح بيه. تشيك اواي. ماشي احنا موافقين. هديه مننا يا استاذ جوهري. لا ده الشارع شارعك يا جوهري. يلا يخش الفرن يقعد قد ايه؟ ده 10 دقايق. حط ده؟ لا لا احنا خلاص سقينا. والله ده سقيت؟ اه بس سقينا. بنعمل طريقه البيسك. طب ممكن تراجع الورق صح؟ اوكي. البسك ده بقى ممكن تعمل منه حاجات كتير. حاجات كتير. اه ده البسك تعمل منه حاجات كتير. ممكن تعمل شوربه. تعمل شوربه مع صوص مكرونه. ده بقى يحط يتحط في الفرن يقعد قد ايه؟ 10 دقايق. 10 دقايق درجه حراره الفرن ايه؟ 180 200. طيب احنا بقى دلوقتي نعمل لكم السمكه. ايوه بالظبط. قولوا لنا مقادير السلطه. السمكه يلا اتفضلوا. يلا. سمكه قشر بياض، سمره بصل حلقات، 2 سمر جزر حلقات، 2 سمر بطاطس حلقات، 3 عود روزماري مفروم،
وخمس فصوص ثوم شرايح، نص معلقه صغيره فلفل اسود، معلقه صغيره ملح، عصير ليمون، وثلاثه ثلاث معالق زيت زيتون. اوكي خلاص كده تمام ماشي. ايه بقى هنبتدي نتبله؟ عايز تقول السلطه؟ ايوه. لا انت هتساعده في مقادير السمكه، هتعملوها مع بعض وبعد كده نقول له مقادير السلطه. اوكي مش مشكله. يلا ايه بقى تحضير سكوانتي دي؟ ننزل عشان نشتغل في السمك. بس احنا ممكن تشتغل بايدك، احنا ما عندناش مشكله. أوكي. بس براحتك. تمام هننزل بالخضار ده الاول. تمام اللي هو السمك انت. حلقات حلقات البطاطس. هي البطاطس. اه اوكي دي نيه. ها ايوه بالظبط. يلا اعملها بايديك، اعملها بايديك، احنا ما عندناش مشكله. انتوا ايديكم نظيفه وقاصين ضوافركم، فما عندناش مشكله ان انتوا تستخدموا ايديكم. هننزل بالجزر، بصل حلقات. كله حلقات؟ كله حلقات. كله حلقات. ناخد شويه حلقات من الحلقات دي. ماشي. هي حلقات الثوم. هي اهم حاجه فيها التتبيله. ها بالظبط. اوكي. طيب نحط بقى حد يحط لنا السمكه على الحاجات دي. احنا الاول نتبل هنا. نتبل الخضار ده. طيب بايه ده؟ نتبله بايه؟ روزماري مفروم اللي هنتبل بيه السمكه برضه. لا هي نفس التتبيله بتاعت السمك. روزماري مفروم اهو. ملح وفلفل. ملح. ممكن انت هتبتدي تتبل السمكه. اوكي يبقى احنا هنتبل برضه السمكه. روزماري برضه. روزماري برضه مفروم. تمام. عنده اهو هنعمل زي فلفل صغيرين. يا مصطفى هنحط برضه ملح وفلفل. هذا بيقلبني في كل حاجه. معلش معلش. وفلفل. اديله فرصته. شويه بس في شغال خلي بالك. طيب. اوكي. وتوم ممكن تحط. تمام. هنحط شويه زيت زيتون. وزيت زيتون او اي زيت انتوا عايزينه. تمام صغير. لان في ناس ما بتحبش زيت الزيتون معلش. ممكن زيت عادي برضه. بس هو زيت الزيتون عشان في هنا روزماري بيعمل يعني. بيبقى حلو طبعا. بيبقى حلو مع الروزماري والتوم بالذات. وليمون. ندي شويه ليمون عصير. يبقى حطيت ايه على السمكه كده يا شيف؟ حطينا روزماري، حطينا ملح وفلفل، وحطينا عصير ليمون. اوكي. هنبتدي بقى نحط السمكه هنا مش كده؟ هنحط شويه توم. توم. توم شرايح. دول خلاص؟ الحاجات دي خلاص؟ دي كده خلاص. تعالى نرص التوم الشرايح كده يعني. اوكي. السمكه. دي بقى بعد كده بتخش الفرن. دي بعد كده بتخش الفرن. بتخش الفرن بتقعد قد ايه ودرجه حراره ايه وبتغطوها ولا بتسيبوها كده؟ لا لا بنسيبها مكشوفه. هي مكشوفه زي ما هي. أوكي. يعني 10 دقايق ربع ساعة كتير. اوكي. بس هي عشان صغيرة هتاخد 10 دقايق يعني. طيب هننقلها بقى على الصينية. ننقلها ايوه. اوكي. كده. اهي السمكة بتاعتنا هتقعد قد ايه وقت في الفرن؟ 10 دقايق. 10 دقايق. ربع ساعة كتير قوي يعني. اوكي. ممكن ازود بس شوية روزماري. روزماري. بالظبط. وكده عملنا السمكة. هنحط برضه شوية زيت. زيت ايه؟ زيتون برضه؟ زيت زيتون برضه على الوش. اهي. وزيت زيتون على الوش. ايوه. السمكة دي هيطلع طعمها يجنن. طيب هتقعد 10 دقايق من دلوقتي. هتقعد 10 دقايق في الفرن درجه حراره متوسطه. اديهاني بقى كده وقول لنا مقادير السلطه. مقادير السلطه 4 حزمه جرجير، 2 سمر برتقان، نص كوبايه طماطم شيري انصاف، و2 سمره خيار متقطع متقشر متقطع مكعبات، نص كوبايه كاجو، والدريسنج نص كوبايه عصير برتقان وعصير سمره ليمون، معلقه صغيره عسل ابيض، 2 معلقه زيت زيتون وملح وفلفل. شكرا. طيب اللي ما يقدرش يجيب الكاجو اللي هو الكاشونات ممكن يحط ممكن سوداني. يحط سوداني او يحط عين جمل. يلا لا هو العين جمل غالي، احنا عايزين حاجه رخيصه عشان كده بنقول سوداني. ممكن نحط سوداني. سوداني. اوكي اتفضلوا. نعمل ايه بقى؟ نبتدي نركب السلطه. ممكن بس نجيب الجرجير. الجرجير. ناخد الجرجير اهو. اوكي. دي انتوا عارفين هنا مع وجبه متكامله يعني. ايوه بالظبط. انت كنت عايز في حد فيكم كان عايز يقول البرتقال واخدنا منه ايه والقصه دي بقى؟ احنا يعني الموضوع كله فيتامين سي، ان احنا محتاجين في الايام دي فيتامين سي. هي السلطه عباره عن كلها فيتامين سي، الطماطم فيها فيتامين سي، البرتقال، الليمون. اوكي ماشي. الجرجير برضو. انت هتعمل دريسنج؟ في السلطه اتفضل. هنعمل دريسنج. هناخد هنزل اهو بالخيار بتاعه. شويه برتقال. اوكي. هنزل بالطماطم. اوكي. عندنا الليمون. الليمون. الليمون بتاعنا. البرتقال اهو. ماشي. والعسل الابيض. العسل الابيض حاجة صغيرة. هسه.
اوكي. هبتدي اقلب اهو السلطه. اها. انت اقلب. هجيب زيت زيتون. وزيت زيتون. الدريسنج ده حلو قوي. اوكي. وزيت زيتون بس. مفيش خل ها؟ لا مفيش خل. ما عندنا ليمون وعندنا برتقال. كفايه. وننزل بقى الدريسنج ده على. نتبل شويه ملح. وفلفل ونحطه على السلطه. عظيم. طيب شيف محمود قول لنا ايه ده؟ عملنا ايه النهارده في السفره؟ ابتدي لي بده. عندنا اللي عملناه طاجن فريك بالمأكولات البحريه. اوكي وشيف مصطفى ايه ده؟ عندنا سمكايه قشر بياض متوسطه الحجم. عاملينها في الفرن معاها خضار بطاطس وجزر وبصل. بصل وطبق السلطه بالكاشونات. شكرا ليكم. نورتوني وشرفتوني. كمل اللي انت بتعمله. بشكر الاخين الحلوين مصطفى ومحمود على وجودهم معانا النهارده والسفره الحلوه قوي اللي عملوها. خلونا بقى نسمع اغنيه، نسمع كده حاجه خليجي وبعديها نرجع لكم في الورشه عندنا مع استاذه مروه عصام الدين واستاذ احمد البسيوني مؤسسي مشروع ديكوباج فلوري باي مروه عصام. خليكم معانا لو سمحتوا. مزيكا. Yeah.